بروفيسيونالي عودة جميلة جدا ان انت تكون موجود في السيريا أ. تكون موجود في الدوري الايطالي. تمشي على طول الكرة تاني لفريسينوني، خطيرة ممتازة لفريسينوني. ها لو يبدأ فريسينوني الان تشتعل المباراة، تخلو المباراة. لكن شوف الايبريس والحكم هنشوف هيدي تقريبا ركلة جزاء. هنا في اهمال، في اهمال هنا على كاجوست، في اهمال على اللاعب كاجوست يعني منتهى سوء البخت. ركلة جزاء فريسينوني، هاروي سجل، هاروي جول، جول اول هدف الموسم لصالح نادي فريسينوني. هاروي يسجل هدف جميل 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 جميل، يسجل هدف جميل 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 لصالح نادي فريسينوني من ركلة جزاء دي فرانشيسكو. احلى بداية، احلى ستارت، احلى بداية. والمدرب رودي غارسيا هنشوف هيتعامل مع اللقاء ازاي. هدف اول، ركلة جزاء جميلة يسجلها لصالح نادي فريسينوني. ركلة جزاء جميلة جميلة جميلة، هارو يحط كرة روعة روعة روعة، ركلة جزاء نموذجية، بطن قدم، قوة، توجيه على الأرض. وحارس المرمى ميريتي يروح على طول في الجانب الآخر، يروح على طول في الجانب الآخر. بداية ممتازة بالنسبة لفريسينوني. ملعب مفيش موطئ للقدم، أكثر من 16-17 ألف متفرج بيتابعوا ويشاهدوا المباراة هنا. استمتعنا بالبرامج واستمتعنا بالبرنامج الإيطالي مع الكباتن كابتن خالد بيوم وكابتن عبد الله أشكناني، ومتعة جميلة جدا تقدمها أبو ظبي الرياضية هذا الموسم بوجود أسماء عظيمة جدا في عالم التحليل العربي. خالد بيومي، زبير بي، عبد الله أشكناني، وبكاري ثانية، والتمرير الآن في ثانية أخرى، ومحاولة ثانية، وانطلاقة ثانية، والتعادل يأتي الآن. الله الله شموخ، وعنده هدف، وعنده بوليتانو. بوليتانو يسجل الهدف الاول الجميل بالنسبه لنابولي. بدات مع نابولي الموسم الماضي وخد الدوري، ابدا مع نابولي الان ومتخيل يعني كان متاخر بنتيجه 0-1 امام فريق فريسينوني. البطل مع البطل، بطل السيريا آ مع بطل السيريا بي، دي مباراه جانبيه بطوله لوحدها بتجمع بطلين ممتازين ايطاليين بلفة الوسط والانطلاقة الجميلة من رحماني. يعود فريق نادي نابولي بدون رحمة، بدون رحمة. لكن شوف تحرك مهاجم عظيم جدا، ولد ده أحسن مهاجمين العالم دلوقتي أوسيمين، ده ملوش حل ملوش حل ملوش حل، يهز أي دفاعات. وبوليتانو يبعت واحدة قذيفة لما عمل الدروب بالحارس المرمى، صعبت الأمور. الخبطة الثانية دي صعبة قوي الحقيقة، وفريزلوني يعمل الوقفة. حارس المرمى مش عارف يلاقي حل خلاص، لو فرضوا أسلوب لعبهم وإيقاعهم والمباريات بدأت تجيبهم هيبقى في خطورة كبيرة. 50-50 50% 50%. تمشي على طول الكرة تاني، دي لورينسو، دي لورينسو خطيرة، هوبا أوسيمان يوقع، جلاد 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 جلاد، خلاص المرة دي خلاص يسجل، يسجل أوسيمان أول هدف في الموسم، يفتح الموسم في فريسينوني. في الدقيقة 41 وعدة ثواني قليلة يأتي الهداف، يأتي اللي ما بيرحمش مع نادي نابولي، يسجل أوسيمان هدفه الأول الشخصي، هداف الدوري الإيطالي، نجم الدوري الإيطالي، قيمة نادي نابولي، عظمة نادي نابولي تأتي الآن. قبل 4 دقائق تقريبا من نهاية الشوط الأول يسجل هدفه الثاني لعشاق نادي نابولي. دول معجونين كورة، دي جماهير تعشق كرة القدم، جماهير البحر والبر والجو. شوف الكورة وشوف لحظة التسديد، وقتها مش هيقدروا يصمدوا، لا صعب تصمد أمام هذه القوة الرهيبة، أمام هذه القوة الرهيبة. هوبا التسديدة القوية ما شافهاش الحارس، قنبلة قنبلة، دي لورينسو حاطط له كورة حلوة قوي. شوف التوقيت، شوف التايمينج، وشوف القرار، شوف الهدف الثاني جميل بالنسبة لنادي نابولي. إذا نابولي يسجل من طلقة أوسيمين، طلقة اللاعب أوسيمين وطلقة بوليتانو، طلقتين في منتهى القوة. المدرب رودي غارسيا مدرب الحياة مطلوب منه أكثر من اللي كان مطلوب من سباليتي. تحرك لصالح فريق نابولي، أمامية نابولي، رحماني، شوف صايد، ثالث 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 ثالث، جول جول ثالث لنادي نابولي. أوسيمين أوسيمين ده ممكن يخلينا شفنا تاني، أوسيمين يسجل تاني أهدافه، تاني أهدافه يسجل على طول أوسيمين الهدف الثالث لصالح نادي نابولي، والهدف الثاني الشخصي ليه. لعيب كبير جدا، لعيب كبير جدا جدا، وضرب ضرب الخط الخلفي بالتحرك العرضي الجميل جدا، وقدر يسجل هدف من انفراد، سجل هدف من انفراد. ما يقدروش يسدوا وما يقدروش يقاوموا امام فريق نابولي، الامكانيات القدرات هنا. شوف شوف تحرك، عادي الكوره، شوف سايد، انسايد، ما فيش اوف سايد،
مفيش اوف سايد، في اون سايد. ممتازه، المساعد ممتاز، مفيش تسلل على اوسيمين، لكن حاطط كوره يفشل زار عنده فيش رحمه. شوف بطل القدم بيحط الكوره، بيخلي الكوره يعني تقول يا 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 اوسيمين ارحمني. كوره قويه، بطل القدم بقوه يوجه عشان مفيش زار، عشان ما يديش مساحه تمشي على طول. الكوره تاني ملعوبه والحكم يدي صفره النهايه. اذا مبروك لنابولي، نابولي يجمع اول ثلاث نقاط. نابولي الفريق اللي كان خسران بنتيجه 2-1 بركله جزاء بتاع هاروي رودي غارسيا، كان اختبار مهم جدا انه ما يخسرش نادي نابولي امام فريق صاعد هو نادي فريزينوني.